ابرة تنظيف البلاستيك دي تبقى حلوة للخيط اللي هو السميك بتاع السلسلة ده، هنضمها عادي جدا. هتدخل لان الفتحة بتاعته واسعة شوية، العين بتاعة الابرة واسعة، فما فيش عندنا مشكلة بالطريقة دي. هبتدي اجيب الجزء اللي احنا عملناه، الجزء الخشب اللي هو الجناب، وهتبقى بالطريقة دي كده. هركبها كده بحيث ان الجزء اللي هو الملون ده يبقى من بره بالطريقة دي، وامشي واحدة واحدة كده لغاية لما اوصل للناحية التانية. يبقى احنا هندورها كده، نلف الخيط الشغل كله، وهنبتدي اول واحدة. هبتدي دلوقتي كده اخد اول غرزة هنا بأول غرزة الناحية التانية في الجنب اللي انا باخده دوت جنب الخشب اللي احنا عملناه، وابتدي ان انا اعملها مرتين بحيث انها تبقى متينة شوية. يعني دخلناها اول غرزة هدخلها تاني في نفس المكان عشان تبقى متينة اول غرزة بس. يبقى اول غرزة دخلناها مرتين هنا. بعد كده هناخد الباك لوب مع الباك لوب اللي في الغرزتين قصاد بعض هنا اهم، اللي الغرزتين اللي جوه من جوه دول اللي شبه اللي جنب بعض وقصاد بعض بالظبط، هناخدهم مع بعض. هنعملهم زي سراجة عادية جدا مفيهاش فيها اي شغل، نحاول بس ان احنا مفوتش غرز كل واحدة قصاد التانية، ونعمل سراجة او ان احنا هنلزمهم بعض او نلزمهم ببعض. ناخد الباك لوب بس مش هناخد الغرزتين كلهم، هناخد الغرزة الخلفية بس في كل واحدة، الغرزة الخلفية من كل واحدة، وندخلهم مع بعض لغاية نهاية الشغل. اهو واضح معانا الشغل هنا. بنكمل ناخد كل واحدة قصاد التانية. هنشد الخيط، بنشد الخيط ونحاول ان احنا نشد ايدينا برضو شوية بس مش لدرجة انها تضم معانا كده وتبقى شكلها مش حلو. هنشد الخيط بحيث مبقاش مرخي ومبقاش مشدود على الاخر ان هو متضايقنا. شكلها هيبقى بالطريقة دي. هنكمل كل الشغل، كل غرزة قصاد الغرزة اللي قصادها مع الغرزة اللي قصادها. نحاول ان احنا ما نفوتش غرز وتبقى الغرز قصاد بعض بالظبط. بنشتغل في الغرزة الخلفية، محدش ينسى الحكاية دي وياخد غرزتين مع بعض. احنا بنشتغل هنا في الغرزة الخلفية بس عشان يديني سمك و اقدر ان انا اما اخد اما تبقى الجنب بتاع الشنطة تبقى متماسكة معايا. اهو كده هنوصل الجنب بقى اللي هو القاعدة بتاعته. هيلف معانا الشغل واحنا بنشتغل كده بسهولة، مش هيبقى فيها مشكلة. هتلاقي ان الشغل بيلف معاكي هي بسهولة جدا. اهو هناخد برضو كل غرزة بالغرزة اللي قصادها مفيهاش اي مشاكل. نحاول ما نسيبش غرز. كده عملنا الجزء اللي تحت هنا،
هتلف معايا بسهولة خالص، مفيش مشكلة ابدا. اهو هناخد الجزء ده، هلاقي هنا الشغل بيلف معايا بسهولة جدا وبيديني الشكل اللي انا عايزاه من غير اي مشاكل. هنحاول نتني الشغل كده معانا عشان يديني قاعدة والامام والخلف بتاع الشنطة بسهولة اوي. ادينا بناخد هنا كل جزء، كل فتلة، كل غرزة قصاد التانية. كنا بنشتغل الفتلة الخلفية، الفتلة هنا طويلة، يعني انتي يا ريت ما تطوليش الفتلة كده معاكي وانتي بتشتغلي عشان ما تضايقكيش. ما نسيبش اي غرزة غير لما ناخدها مع الغرزة اللي قصادها. هنكمل كده لنهاية السطر. كده تمام وصلنا لاخر غرزة، بس واقفة كده مع بعضها ازاي؟ تمام مظبوطة. بس هنعمل احنا حاجة كده، ان احنا هنخش هنا تاني مع كل الغرز دي مع كل الغرز هنا، عشان بس ان احنا تبقى متينة من الناحية اللي هي بتتمسك منها الشنطة او اللي هي بيبقى فيها التقل كله بتاع الشنطة. فلما نعملها بالطريقة دي كده عن ايه، هنخليها نديها متانة اكتر بالطريقة دي اهي. وادخل هنا كده بين الفها كده، وهدخل بين الخيوط هنا، اداري الخيط شوية شايفين كده اهو. طبعا بتبقى جامدة شوية، بس احنا هنعمل ايه، هنفك وهنقطع الخيط بقى من هنا كده خلاص من اخر جزء. ياريت ان احنا وهو سخن كده نلزقه في الشغل هنا فمش هيبان كده. تمام احنا عملنا دي الناحية دي. هنعمل دلوقتي هكمل انا هلزق الجنب التاني اللي احنا عملناه برضو قبل كده. انا زقت في كمان الايد عشان ما تقنيش اهي كده، هكملها هقفلها زي الجنب ده وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه في القفل بتاعها زي اللي احنا ما كملنا وش ده. خلصنا الجزء التاني دلوقتي اهو، الناحية التانية الجنب التاني والجنب ده والجنب ده خلص. وبي فاضل دلوقتي عملنا كنا عملنا الجزء اللي هي الكليبسه دي لان تحت، هنعمل الكليبسه اللي فوق الناحيه دي، حطيناهم على بعض كده وقسناهم بالظبط على قد المقاس. وبعدين طلعت من هنا كده زي ما احنا شايفين دي اهي طلعت كده. هجيب بقى اللي هي الجزء الجلد اللي كان فيها اللي احنا خلعناه ده وهحطه من هنا. هحط الاول دي كده هبتدي ان انا اشد
القفل ده من فوق كده، احط القطع الحديد ديت اللي هي حاطينها دي اللي هي تمسكها، احاول اظبطها في نفس المكان واشدها واتنيها شوية عشان تمسك على القطع الحديد دي. وبعد كده هبتدي احط برضو القطع الجلد واتني عليهم هما الاتنين جامد. قطع الجلد حاول انها تكون مظبوطة، انا شايفة ان احنا ممكن ان احنا نشيل القطع الجلد دي وهنركب القطع الحديد بس، والقطع الجلد بعد كده ممكن ان احنا نثبتها بفتلة وخيط بلون اللون البيج دون بحيث انها ما تبانش ان هي كده تبقى متينة اكتر وشكلها احلى. اه زي ما انتوا شايفينها كده تبقى شكلها احلى لو احنا عملناها متبقاش باينة كده. نركب بقى الايد الجلد بتاعتها سهلة جدا، وكده الشنطة تكون خلصت. واتمنى انها تعجبكم وتقدروا تنفذوها بكل سهولة. إذا عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير.